يسعد صباحك نور. يسعد صباحك هايدي، كيفك اليوم؟ تمام، وانت كيفك؟ ان شاء الله على طول، الحمد لله. الحمد لله تمام. ان شاء الله يا رب كل الايام تكون منيحه لكل الناس، ان شاء الله هالايام تحملكم الخير والبركه وراحه البال يا رب والانفراج. كلنا يمكن عم نمر بظروف صعبه وقاسيه، خصوصا على الوضع الاقتصادي والمادي، الغلاء جدا كبير. يمكن دائما بنردد بصباحاتنا انه تجاري يكون عندهم شوية رحمة. اليوم راتب الموظف من 100 ل 150 ألف، الأسعار غير منطقية، فرحموا الناس لو شوي يكون في بقلبكم شوية رحمة، لأنه ما عندنا مشكلة أي حدا يربح، بس دائما بتكون الربح والفائدة 200 أو 300 أو 400%، يعني أرباح خيالية. فاليوم لازم كلياتنا نوعا ما نوقف جنب بعض ونكون هيك ساندين بعض، لو بأشياء كتير بسيطة ممكن تعطينا أمل أنه فعليا بكرة يكون أحلى لأولادنا. يسعد صباحكم. اليوم محطاتنا عديدة برحلاتنا الصباحية، رح نكون معكم بساعة وشوية من الوقت، إن شاء الله يا رب نكون هيك خفاف على قلبكم من الصباح. أكيد إن شاء الله يا رب. صباح الخير لكل حدا عم يتابعنا عبر الشاشة الإخبارية السورية. صباح الابتسامة النابعة من قلوبنا قبل ما تكون مرسومة على وجوهنا، صحيح أنه بتخفي كتير من القصص، من الحكاية، من الأوجاع، لكن بتقوي، بتعطينا الطاقة الإيجابية والتفاؤل ليكون نهارنا حلو ويحملنا كل الشغلات والأماني الحلوة. إن شاء الله يا رب أيامنا الجاية بتحملنا كل الخير والصحة والرزق وراحة البال. ومثل العادة رح نترافق نحن وياكم لمدة ساعة ونص من الوقت. خلونا نطلع لفاصل ونبدأ. أما هلأ هايدي خلينا ننتقل معك ومع المشاهدين لأهم الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. اليوم 24 أيار، كتير من الأحداث تسجلت بتاريخ هاليوم. قراءة سريعة لذاكرة اليوم. مثل هاليوم من عام 1844، مخترع التلغراف سامويل مورس بيرسل أول برقية بالتاريخ بين واشنطن وبالتيمور. وبعام 1883، افتتاح جسر بروكلين بمدينة نيويورك بعد 14 عام من البناء. وبعام 1991، إريتريا تعلن استقلالها عن إثيوبيا، وإثيوبيا بتصير دولة مغلقة بحرياً. وبعام 1993، مايكروسوفت تعلن عن ويندوز NT. وبعام 2004، كوريا الديمقراطية بتحضر الهواتف المحمولة. وبعام 2014، الأرض بتشهد زخة شهب، واللي بتعرف بزخة شهب كوكبة الزرافة. وبعام 2014، نادي ريال مدريد بيفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة بتاريخه، وهالشي كان أمام نادي أتلتيكو مدريد. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1905، ميخائيل شولوخوف، أديب روسي حاصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1965. وبعام 1940، يوسف بروتسكي، شاعر روسي حاصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1987. أما من الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1924، مصطفى لطفي المنفلوطي، أديب مصري. وبعام 1972، إسماعيل ياسين، ممثل مصري. ومن رزنامة التاريخ لفقرة هل تعلم، ومجموعة من المعلومات الغريبة والمميزة خلونا نتابعها سوا. هل تعلم أن شبكية العين تحتوي على نحو 90 مليون خلية حسية مسؤولة عن التقاط الصور وتمييز الألوان؟ وهل تعلم أن الأرض هي الكوكب الوحيد حالياً الذي يمكن أن توجد المياه في شكل سائل على سطحه؟ وهل تعلم بأن البكتيريا كثير منها مفيد وضروري لجسم الإنسان؟ تلك البكتيريا تساعد في هضم الطعام وبناء الجسم، وحليب الأم وحده يحتوي على ما يقارب 700 نوع مختلف من البكتيريا. وهل تعلم أن الحصان يمكنه أن يبقى واقفاً على أقدامه عدة أشهر دون الحاجة للاستلقاء؟
وأخيرا هل تعلم بأن بلدة كيلما التي تقع في تشيلي تحديدا في صحراء أتاكاما لم يهطل عليها المطر مطلقا؟ هذه يمكن بزخم كل الضغوطات اليومية اللي عم نعيشها، عالم الطفولة له عالم خاص. صحيح. هو بيزرع لنا دائما البسمة والفرح بقلوبنا. خلونا نتابع معكم ومع المشاهدين مجموعة من النشاطات والفعاليات قاموا فيها مجموعة من الأطفال بحفل تخرج في صالة الوقف في مدينة جرمان. التفاصيل بتقرير عمر أيوب، خلونا نتابع. برقصة النحل هذه احتفل أطفال روضة مملكة النحل بانتهاء العام الدراسي في صالة الموقف ضمن مدينة جرمانة بحضور أولياء أمور الأطفال. اليوم نحن موجودين هون لنختم العام الدراسي بحفل نهاية العام. دائماً بأكد على أهمية رياض الأطفال بحياة الطفل ودخوله لهي المرحلة. نحن اليوم بحفلنا الختامي رح يكونوا أطفالنا موجودين على المسرح، ومنأكد على أهمية هذا الموضوع لأنه هذا الشيء بيزيد من ثقة الطفل بنفسه. هذا الحفل بيخلي الأطفال دائماً بياخدوا صورة عن التعليم لقدام، إنه ما يكتئبوا من موضوع الدراسة موضوع التعليم، يكون في عندهم رهبة من هذا الشيء. بالعكس نحن اليوم هذا الاحتفال رح يعطيهم طاقة إيجابية وللتعليم لقدام. هدفنا تحفيز الطفل على المشاركة مع الآخرين مع رفقاته، الحب التعاون معه. نحن كل السنة يعني قضينا السنة إنه نعرفهم على بعض، نعرفهم كرفقات، يتعاونوا مع بعضهم، يحبوا بعضهم، يحبوا العمل الجماعي. هدفنا كمان الأنشطة الحلوة للأطفال. هذا تحفيز كتير كبير للطالب. ليه؟ لأنه بيحس هو أنه أنجز شيء، مع أنه صغار بس عندهم إحساس باللي هن عملوه. يعني هاي أخت الطالبة، ما هي بس لبسناها مثل وكل شيء، لأنه لازم تشعر بها الشعور نفسه. يعني نتمنى لهم أيام حلوة، مستقبل يكون زاهر، ويتحقق لهم كل شيء بالدنيا. الاحتفال تضمن العديد من الفقرات والرقصات التي قدمها أطفال الروضة، إضافة لتكريمهم بلباس التخرج. أنا عمري 5 سنين، حلوة روضة مملكة النحل. أنا اسمي كارلا وعمري 5، وأنا بحب رقصة النحل. أنا مشارك برقصة النحلة وعمري 5 سنين. ابتسامة أمل رسمت على ملامح هؤلاء الأطفال وذويهم بما قدموه خلال هذا اليوم، وفرحة تجلت بأولى خطوات النجاح لجيل متعلم يساهم في بناء مستقبل سوريا. ومكملين نور بعالم الطفولة، ويمكن أحلى شعور ممكن يعيشه الأهل سواء كان الأم أو الأب أنه يكون طفلهم متعلق فيهم بحاجتهم بمرحلة عمرية معينة، ببادلهم كثير من الحب من الحنان من الرعاية الكاملة. لكن ببعض الأحيان هذا الحب ممكن يتحول لمشكلة كبيرة، ممكن يصير في تعلق زائد، وهون ممكن نور الأهل يضطروا أنه يتركوا أولادهم يعني لحالهم أو مع شخص تاني. هون في كثير مشاكل بالموضوع. أكيد يمكن حالة التعلق مثل ما قلتي هايدي بالبداية بتكون جميلة للطرفين، بس في مرحلة من المراحل ممكن تتحول لمرض. كيف فينا فعليا مفهوم التعلق تدريجيا الأم فعليا تعلمه لطفلة من البداية مشان ما يكون له آثار سلبية على نفسية الطفل وحتى على نفسيته؟ لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الاختصاصية التربوية راما حمود. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك راما. أهلا وسهلا فيك. بداية راما، كلنا بنعرف أنه الأطفال بمرحلة عمرية معينة أو من عمر صغير فينا نقول بيحتاجوا أهاليهم كتير، من لما فينا نقول لما يبلشوا يمسوا يحكوا لحتى ما يدخلوا الروضة والمدرسة، فينا نقول إن هون يمكن شوي يبلشوا يعتمدوا على حالهم. خلينا بالبداية نعرف مفهوم التعلق شو هو. هلأ بداية التعلق ممكن يظهر بكل مراحل العمر، يعني أنا ما بس إنه بالطفولة، لكن هو بيبدأ من الطفولة، المنشأ من الطفولة. التعلق هو عبارة عن مشاعر تقارب ومودة. هي المشاعر أو الحالة
بتظهر مشان يلبي احتياجاته. فأنا السبب الأول لظهور هالتعلق هو لظهور التعلق هو إنه هالتعلق بيكون بيلبي حاجاته، يعني نتيجة اضطرابات عنده. طبعاً أنا مرحلة الاستقلال اللي بدي بلش فيها مع طفلي هي المرحلة بعمر العامين. أنا ببلش بعده عني أو بلش يعني علمه الاستقلالية بعمر العامين. نحن أكبر خطأ بنوقع فيه هو إنه منتركه متعلق فينا، يعني ما بنعطيه شوية استقلالية إنه يؤدي مهامه لحاله، يقرر لحاله، فبتظهر عنده حالة تعلق ممكن تسبب له تعلق مرضي بالمستقبل. صحيح. ويمكن أشرتي نقاط مهمة معك من البداية، خلينا نوقف عندها. لما نقول أحيانا هي المشكلة عن تعلق الطفل مو بيكون سبب الطفل، هي أخطاء شائعة تقع فيها الأم من البداية، يعني إحنا عم نقول منذ الطفولة لأنه هي بتكون الأساس. فخلينا نحكي عن أسباب التعلق، كيف هي يعني، أو شو إذا بدنا نبسطها أكثر، شو هي الأخطاء الشائعة اللي بتوقع فيها الأم ليكون طفلها متعلق فيها بشكل كتير كبير؟ بتقلك والله لما صار سن الروضة أنا ملاقي صعوبة فعلياً لا يترك البيت أو أخده أو يتركني لمدة بسيطة. هلأ بداية خلينا نفرق أول شيء بين أنواع التعلق مشان ما نخلط، يعني أنه كلياته تعلق مرضي بيكون أو صحيح. تعلق زائد. في عندي تعلق الآمن يلي هو حالة الحب اللي كلياتنا بأي عمر من الأعمار بنحتاج له، هو حالة من الحب شيء طبيعي. لكن التعلق الأخطر هو التجنبي، يعني أنا بحب هذا الشخص لكن بتجنب أن يكون على علاقة معه. هذا خطير. الأخطر منه أو الأكثر خطورة هو التعلق المرضي، وهو اللي بيكون فيه متابعة وشك وأحياناً تفتيش، ومستحيل هي الحياة تنعاش بدون هذا الشخص، إن كان الوالد أو الوالدة أو كان بمحيط المجتمع. أحياناً التعلق مو بأشخاص، أحياناً بأهداف، أحياناً بغراب، بذكريات، أكيد أكيد. الأسباب اللي بتخلي هالطفل يتعلق هو بيئته اللي بينشأ فيها، البيئة الأسرية، يعني طريقة تعامل هالأم مع الطفل هي بتحدد إن كان هالطفل رح يكون متعلق أو بيكون بمرحلة من مراحل حياته بيتعلم الاستقلال. في عندي شيء أهم من هيك غير طريقة تعامل الأم، هو هذا الطفل يعني طبيعة هالطفل. في أطفال هن بطبيعتهم بشوشين ومريحين، فبتلاقيهم بياخدوا الحب من مجتمعهم صحيح. بدون ما يطلبوه. لكن في عندي اللي هن شوي عندهم انزواء أو يعني حالة من أنه ما بيحبوا التشاركية أو الاندماج بالمجتمع، فهدول صعب يلاقوا الحب. فمتى ما لقوا حدا عم يبادرهم الحب بدون ما يطلبوه بيتعلقوا فيه. وهون الصعوبة. السبب الثالث للتعلق هو او لظهور التعلق هو عدم اعطاء هالطفل مساحته او الحريه الكافيه ليقوم بمهامه. مثل ما قلنا نحن خبراء الصحه النفسيه بيقولوا انه ببدايه العامين بلشي عطي طفلك مساحته، يعني بدل ما طعميه لا خليه ياكل، ومعلش انا بنظف من بعده. نحن عندنا هي المشكله كثير كامهات. فهي الأسباب يعني الأساسية. وأكثر من هيك هي عدم قدرة الأم على إشباع حاجات ومشاعر طفلها، فبتهدده فورا بالرحيل، فهو بيخاف من رحيله، بتعلق زيادة، بتعلق زيادة، بتعلق زائد. فبيلاقي أنه هي الثغرة هي بتحلها أنه أنا بتعلق بوالدتي أو بوالدي. يعني ممكن حتى المشكلات اللي بتظهر بالبيئة الأسرية ممكن كمان تخلي هالطفل عنده ردة فعل سلبية إنه يتعلق بأحد الوالدين نتيجة الخلافات اللي هو بيشوفها، لأنه بيخاف من فقدانه. تمام. يعني كمان فينا نقول إنه هذا الموضوع بسبب قلق كتير كبير عند الأهالي لما الطفل بأي عمر معين سواء كان بالمراهقة أو الصغير بيتعلق بأشخاص غير الوسط العائلي المحيط فيه. بتلاقيه ممكن يتعلق ببيت جده، يتعلق بحدا من أساتذته بالمدرسة، من رفقاته. هون يمكن بيزيد الخوف إنه هذا الطفل في حال هو كتير تعلق فيهم، في حال فقدهم شو ممكن يصير فيه. قدمهم هي الفترة نحن ننتقي الأصدقاء صح، علمهم أنه كمان يعني التعلق مو شيء زايد. هلأ هو بداية وقت ظهر مفهوم التعلق أشاروا له أنه على أنه اضطراب. يعني حتى التعلق العادي هو نوع من أنواع الاضطراب.
سبب هذا النوع من الاضطراب هو حاجة الطفل ليلبي احتياجاته، رغبته بأنه يكون في حدا من حوله بيلاقي عنده مصدر الأمان. فأنا كل ما كان عندي تعلق آمن، كل ما حميت هذا الطفل. طبعاً أنا كيف بعلمه للطفل أنه يكون تعلقه أو اقترابه من حدا بشكل آمن؟ أنه يعبر عن مشاعره السلبية والإيجابية، يعبر عن ذاته، ما يتصنع مشان ما يكون في تعلق مرضي. لأنه أنا بالتعلق المرضي بلاقي الطفل أو البالغ حتى بيحاول يخفي السلبيات اللي عنده، بيظهر فقط الإيجابيات خوفا من الفقد. هو لأنه عنده خوف من أنه يفقد هالشخص، فبيظهر كل الإيجابيات حتى يبقى معه. فأنا هون عندي كمان تدني لاحترام الذات، تدني للقدرة على التعبير عن المشاعر. فالمشكلة الأكبر هو أنه أنا هذا الطفل ما عم يقدر يعبر عن مشاعره بالخوف بالقلق. فأنا أول شيء بشتغل عليه أنه أنا أعطيه الأمان، يعني انتبه لاحتياجاته، انتبه لمشاعره، وأعمل على إشباع هالمشاعر. طب خليني أوقف عند هاي النقطة، لأنه هلأ ما حكينا يعني بالصلب الأساسي أو النقطة الأساسية هي البداية. يعني عم نحكي نحن عن التربية والتنشئة للطفولة، وهيك سألتك عن الأخطاء الشائعة اللي تقع الأم بتفكر أنه هي عم تقدم أفضل ما لديها لابنها، وهي للأسف تكون عم تقع بعض الأخطاء ما عم تقدر تعرفها. نحن لهيك الهدف الأساسي يمكن نضوي على هاي النقاط من البداية، يعني طريقة الأمان. لما أقول أنا بدي أأمن لطفلي الأمان والراحة، طريقة التعبير، مفهوم الأمان أساساً مختلف. خلينا نعطي خطوات أساسية، يعني من البداية أنا كيف بدي ربي طفلي، خصوصاً نحن بنعرف بالسنوات الأولى قديش هي إلى تأثير أساسي على نفسيته وشخصيته للطفل بالمستقبل. هلا أول خطوة بخطوات إعطاء الطفل أو إبعاده عن فكرة التعلق، إني أنا ما أتجاهل هذا الطفل، لأن التجاهل أو اتباع أسلوب العقاب هو العدو الأكبر لهالطفل، رح يعلمه يتعلق بشكل أكبر. لأنه أنا أولاً بيخاف من فقدي اللي هو سبب من أسباب التعلق، وثانياً هو بيخاف يعتمد على ذاته. فغالباً هو بيعمل كل ما ترغب به هالأم من تصرفات والسلوكيات لحتى يكون رضيانة عنه. فأنا تجاهله بيسبب له نوع من التعلق، اتباع أسلوب العقاب كمان بيسبب له، عدم تعبيري عن مشاعر المودة لهالطفل. يعني في أمهات للأسف ما بيبادروا الطفل أو ما بيعبروا عن مشاعرهم، إن أكيد المشاعر موجودة، مشاعر الأمومة موجودة عند الكل حتى لو ما كانت أم، لكن ما بتعبر عن المشاعر. يعني إذا كانت عندها شغل أو بحالة ضغط فهي بتبعد كل شيء، وحتى طفلة بتبعده عنا لحتى تقوم بهالمهام. فأنا ممكن هون علم طفلي الروتين الأسبوعي لمهامي، خاصة إذا كنت أنا امرأة عاملة. فأنا من بداية العامين، بما أني أنا عاملة جدول لمهام هالطفل، ممكن أنا علمه كمان من خلال هالمهام، علمه مهامي أنه أنا عندي 1 2 3. فكل ما قدرت ابني مع طفلي هالجداول، كل ما قدرت بعده عن مفهوم التعلق. الأهم من هيك كلياته هو أني أنا أدمجه بالأنشطة الاجتماعية، وخليه يمارس هوايات بعيدة عن البيئة الأسرية فقط، يعني بيئة العائلة. يعني كمان بنسمع كتير مصطلحات عن الموضوع، إن كان اضطراب التعلق، تعلق المفرط. خلينا نوضح هدول الأمور. ممكن عن جد الطفل في حال كتير كان متعلق ومتمسك بأهله يكون عنده اضطراب معين بحاجة إلى دكتور. خلينا نوضح هذا الموضوع. حضرتك يعني اختصاصية تربوية، خبرينا كان في حالات عن هذا الموضوع؟ هلأ كتير في حالات، نحن أغلبنا مرينا بهالحالات بمجال من مجالات حياتنا، إن كان بالطفولة وإن كان بالمراهقة. المشكلة أنه أنا التعلق هو شيء طبيعي بالحدود الطبيعية، بيكون طبيعي وآمن. لكن متى ما أنا قلت أو هذا الفرد عبر بأنه أنا بدون هذا الشيء ما بقدر كمل الحياة، فأنا هون عندي تعلق مرضي أو اضطراب التعلق اللي حكيتي عنه حضرتك. اضطراب التعلق هو اضطراب نفسي بالدرجة الأولى، والمشكلة الأكبر أنه هذا الفرد بيكون من نماذج اجتماعية معايشها بطفولته أو بمراهقته، هو معايش هذا التعلق مع حدا أو شايف نماذج محاكاة يعني
هي متعلقة وغالبا بيكون في خلل وظيفي. يعني أنا ما عندي فقط إنه هي تعلم، يعني أنا عم بعلم طفلي فكرة التعلق، لا، هو ممكن يكون خلل بأداء وظائفه، يعني ما بيقدر يقوم بالوظيفة إلا إذا أخذ رأي حدا. التعلق بالأشياء هو التعلق المرضي أكثر، هو أكثر الصعوبات اللي بيواجهها الفرد بموضوع التعلق، لأنه أنا وقت بتعلق لنفترض بالتياب كأنثى عندي شغل عندي تعليم بتعلق بموضوع التياب، فأنا بدي أشوف لحتى أطلع من هالفكرة بدي أشوف أنه قدي أنا عم بستخدم هالتياب، هل هي 10%؟ إذا 10% فأنا هي حاجتي، ممكن أشبع هي الحاجة ب20%، يعني وازن الأمور وما أكون أكثر من حاجتي. التعلق التجنبي لنا نحن هو صعب وخطر، لأنه أنا على كتر ما بكون بحب هذا الأمر لكن بتجنبه بكامل إرادتي، لأنه أنا بخاف من أنه أفقده، بخاف أنه أعبر عن مشاعري. لهيك الحل الأول أنه إدارة هالمشاعر والتعبير عن الذات. طبعاً الحلول لهالمشكلة بالتعلق هي بتكون بثلاث أمور ممكن أعملها أنا كفرد بالغ. أول واحدة هو أنه أنا ما أنتظر شيء من العالم، يعني لا خير ولا شر، لأنه بفكرة الانتظار هي عم تحرمني متعة الحياة اللحظة. صحيح تماماً. فأنا وهي أنا عم بحكي عن الخير، فما بالك إذا عم بنتظر أمر لكن هو مو خير إلي، وأنا ما بعرف طبعا وقت أنا بنتظر أمر أو بسعى لتحقيقه ما بعرف إنه هو خير أو شر إلي. تاني شيء هو قانون الزوال أو التغيير. التغيير نحن بحياتنا هو العامل الأكثر ثبات بهالكون. كل العالم بتتغير، لهيك كل ما كان عند هالفرد إيمان بفكرة التغيير كل ما كان أقل قدرة على التعلق، لأنه بكل مرحلة من مراحل حياته في أشياء رح يتعلق فيها وفي أفراد رح يتعلق فيهم. لهيك وقت بيآمن بهالفكرة بيترك الأمور. أهم شيء أعمله هو التخلي، يعني اترك الامور تمشي مثل ما الحياه بتعطيني اياها، فما عندي مشكله بمين اجا او مين غادر، لانه بالنهايه الحياه اذا ما انت تركتي شيء هي رح تجبرك انه انت تتركيه حتى ما تتعلقي، يعني هي طبيعه الامور بالكون. اهم شيء اني انا اعرف احتياجاتي واعرف شو هي الغرض او الحاجه من هالتعلق، وبعدين اشتغل على الايجابيات والسلبيات، نقاط القوه والضعف الموجوده بهذا الموضوع. يمكن اشرت كثير نقطه مهمه لما نحكي عن قديش فينا فعليا نعبر عن مشاعرنا واداره الذات. هي لهيك عم نركز على الطفوله، هي تبدا اساسا من البيئه الاجتماعيه ومن السنوات الاولى للطفوله، ويمكن من أهم أسباب التعلق هي أساساً عدم التعبير عن المشاعر من كلا الطرفين. يعني إذا بنحكي عن الأم أو الطفل، وسابقاً كانت المجتمعات متحفظة أكثر، يعني إذا بدك تعبري عن مشاعرك أو هيك بيعتبروك عم تغنجيه للولد، عم تخليه يصير إنه مش مغنج مدلل كتير، لا خليك يصار مكئم. خلينا نحكي عن هاي النقطة، يعني هديش مهم اليوم منذ السنوات الأولى للطفل أو البداية نعلمه يعبر عن مشاعره، ونعلمه يعبر عن حبه بطريقته، لحتى ما تكون هي مشاعر مكبوتة ويجي أي شخص ممكن يتعلق فيه الطفل أو يكون متعلق بأمه بطريقة مختلفة. تماماً. إنه هي فعليا بتكون مشاعر أساسية للطفل من السنوات الأولى. هلأ فكرة التعبير عن المشاعر أنا بعلمها لطفلي وقت أنا ببادله بالتعبير عن المشاعر. متى ما عبرت أنا لطفلي عن مشاعري فهو رح يعبر عن مشاعره، لأنه هو رح يرتاح. هو الغاية من إنه نحن ما نخليه متعلق فينا هو إنه يشعر بهذا المكان هو ملاذ آمن. صحيح. يعني راحة، فمصدر الراحة الأولى له هو والده أو والدته، فكل ما كان عندي تعبير عن مشاعري أنا تجاه هذا الطفل وتجاه حتى الأشياء المحيطة فيني، يعني أنا بخليه لطفلي يلاحظ أنه أنا بعبر عن مشاعري لوالده لأخته. التعبير عن المشاعر عم نحكي هون عن
الحب، الغمر، مش تعبير عن المشاعر بجيب لك هدية، بجيب لك أكلة طيبة، هي النقطة كتير مهمة. أبداً. قديش فيني أنا أحسسه بهي المشاعر للطفل تماماً. اليوم؟ تماماً. لهيك نحن بيكون يفترض نكون شوي واقعيين وقت بنستخدم أسلوب الثواب والعقاب بتربية الطفل. لازم الثواب تربوي والعقاب أيضاً تربوي. ما كتر من التشجيع والمكافأة، لأنه أو بخلي التشجيع والمكافأة على قدر الفعل اللي قام فيه الطفل حتى ما يشعر انه هو مبالغ لا بيكون دائما في مبالغه برده الفعل السلبيه اكثر من الايجابيه عند الاغلب. لا لازم تكون فيها توازن. لهيك نحن قلنا اول صحيح. حل لهالمشكله هو الابتعاد عن اسلوب العقاب. صحيح. يعني بالختام حابين هيك نصائح من حضرتك للأهالي اللي بيتبعوا أساليب تربية خاطئة، ببالغوا باهتمامهم بأطفالهم، ما بيخلون يتركون على راحتهم. خلينا نعطي الطفل مساحته الكافية، خلينا نعطيه مهام يقوم فيها، شاركنا بأمور المنزل. يعني مو شرط أنا أنطر لحتى يبلش بالروضة لحتى أعطيه أنه اكتب واجبك أو ساعد أختك بالبيت أو إلى آخره. لا، أنا من عمر العامين، لأنه هو أولى مظاهر الاستقلالية ممكن أنا علمها لطفلي بهذا العمر، فأنا من هذا العمر بعطيه شوية مهام لحتى يكون مساحته. احترم هالمساحة كمان. أكيد أكيد, أكيد. بالختام بدنا نشكرك أكيد على وجودك معنا، ومثل ما قلتي هي مساحة أساسية للطفل رغم كل الظروف. لازم صحيح. الأم والعائلة تمنحها، لأن الطفولة هي العالم الأجمل يمكن اللي ما تأثر بكل هاي الظروف اللي عم نعيشها. شكرا كثير. شكرا راما، نورتي صباحنا. شكرا لك. من عالم الطفولة مشاهدينا لعالم السياسة بننتقل وموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلي علي. صباح الخير علي. صباح الخير لك يا نور. مشاهدينا موجز للأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر صباح اليوم حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في مدن الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات ومواجهات واشتباكات مسلحة. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين عقب اقتحام منزل عائلتهما جنوب المدينة، كما اعتقلت جريحا ووالده عقب اقتحام منزلهما بالحي الشرقي في المدينة، فيما اندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الحي. أما في رام الله فقد اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الجلزون. من نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شابين عقب اقتحام منزليهما، فيما أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال انسحابها. قال مصدر عسكري روسي أن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية S-350 فيتياز أسقطت لأول مرة طائرة حربية أوكرانية بشكل أوتوماتيكي دون مشاركة بشرية. وأشار المصدر إلى أنه تم اختبار وضع التشغيل هذا في ظروف القتال الحقيقي لأول مرة في العالم في منطقة العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي. هذا وأضاف المصدر بأنه تم تنفيذ عملية رمي آلية بالكامل لصاروخ دفاع جوي بدون أي مشاركة من جانب العنصر البشري بعد اكتشاف هدف جوي أوكراني ومتابعته وإسقاطه. المصدر شدد على أن الجيش الروسي تمكن بواسطة S-350 من إسقاط عدة طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار للقوات الأوكرانية. قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوتسين بأن العلاقات بين موسكو وبكين تشهد حاليا مستوى غير مسبوق من التقدم. قال ميشوتسين خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الدولة في الصين لي تشيانغ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينغ بينغ قررا تحديد الخطوط الاستراتيجية لتعزيز التعاون في 8 مجالات أساسية، لافتا إلى أن حكومتا روسيا والصين تبذلان جهودا جيدة لتنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها على أعلى المستويات. كما أكد ميشوتسين أن العلاقات بين روسيا والصين تتمتع بمستوى غير مسبوق يتميز بالاحترام المتبادل لمصالح بعضهما البعض.
من جهتها أكدت وزارة الخارجية الصينية أن التعاون الروسي الصيني ليس موجها ضد دولة ثالثة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن بكين قامت دائما بتطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع جميع البلدان بما فيها روسيا على أساس المساواة والفائدة المتبادلة. وشددت على أن الصين عارضت دائما العقوبات أحادية الجانب. نهاية الموجز، عودة الآن إلى نور لمتابعة برنامج صباحنا غير. شكرا لك علي. أما هلا مشاهدينا ننتقل من عالم السياسة لعالم الطب، ورح نحكي عن موضوع كثير مهم اليوم، جراحة القلب لدى الأطفال. لما نقول جراحة القلب دائما يمكن معلق بذهننا أو ذاكرتنا أنه له علاقة بالحياة أو الموت، لكن مع التطور الطب دائما في تدابير طبية لنحكي عن أسباب جراحة القلب لدى الأطفال، الأعراض والطرق التدابير الطبية. معنا الدكتور يوسف دياب، اختصاصي في الجراحة القلبية والإكليلية وجراحة الأوعية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. بداية دكتور، يمكن مصطلح أمراض القلب مصطلح واسع وعريض بضم مجموعة كثيرة من الأمراض القلبية يلي ممكن تصيب الأطفال، يلي منها ممكن تكون خلقية أو مكتسبة. خلينا بداية مع حضرتك نوضح شو هي أكثر الأمراض القلب شيوعا عند الأطفال. أهلا. نحن يعني دورنا تثقيفي للناس بالدرجة الأولى، حنحكي كل اثنين يعني بسيطين لنقرب الموضوع للناس. التكوين القلب أثناء الحياة الجنينية بيكون مثل ما بنعرفه نحن حاليا، القلب لما يكتمل نموه بيكون 4 حجرات، أذينتين وبطينين. لكن أثناء الحياة الجنينية أول ما يتكون بيكون عبارة عن حجرة واحدة. يعني أثناء نمو الطفل من عمر شهر لعمر 9 شهور، خلال هالمدة كلها بيكون عم يتطور القلب ويتكون حجراته ويتكون مكوناته الداخلية. فبصير عندنا حجام ما بين الأذينتين بيفصل الأذين اليمنى عن اليسرى، وحجام ما بين البطينين يفصل البطين الأيمن عن البطين الأيسر، وحتى ما بين الأذين والبطين بيخلق حجاب وضمنه صمام يسمح بدخول الدم من الأذين إلى البطين ويمنع عودة الدم من البطين إلى الأذين. هذا بتبسيط تشكيل الخلقي للقلب. لكن لأسباب عديدة ما أنا هلأ في وارد ذكرها نحكي فيها إذا سألتني، يمكن في أي وقت من الأوقات أثناء تشكل الحياة الجنينية أنه جزء من هالحجب، جزء من هالصمامات، جزء من المكونات القلبية أنه ما يتكون بشكل بيرفكت، ما يتكون صحيح. بشكل جيد، وبيحدث عنا تشوه خلقي هو بيؤدي إلى الأمراض القلب عند الأطفال. طيب خلينا نحكي شو هي إذا فينا نقول الأمراض القلب الأكثر شيوعا، يعني حضرتك دكتور مختص، لأنه أو إذا بدنا نحكي الأكثر شيوعا اليوم يعني من خلال تعاملك بشكل يومي، وأهم الأعراض، لأنه أحيانا في بيكون أعراض يمكن صامتة ما كتير الأهل بينتبهوا لها. أهمية اليوم التشخيص مع بداية المرحلة هي يمكن تختصر نصف العلاج. 100%. بداية أكثر الأمور شيوعا هي الفتحات ما بين فيها الحجام ما بين الأذينتين أو ما بين البطين أو ما بين البطين والأذينة، هو اللي بيشكل أكثر الأسباب لتشوهات القلب الولادية. هذا أكثر شيء. طبعا في عنا الطفل عنده فتحة بالقلب، فتحة بالقلب، هي فتحة في القلب هي أكثر شيء. وعن طبعا ممكن في كثير من الأحيان تترافق مع أشياء أخرى، ممكن تضيق بالصمام الرئوي، تضيق في الصمام الأبهر، ممكن انزحال الأبهر من مكانه. يعني في عندي عدة مكونات تانية تترافق مع الفتحة. الفتحة لحالة ممكن وكتير شائعة، لكن كمان كتير شائع أن يكون في عندي تشكيلات أخرى، تشوهات أخرى تترافق مع الفتحة. وأهم الأعراض بالنسبة للفتحات هي زلة التنفسية، يعني صعوبة التنفس أثناء الجهد. الأكثر الأعراض شيوعا والأكثر أعراض يعني أهمية لما الطفل يخلق خلال الأيام الأولى من حياته، حتى الرضاعة تشكل له تعب على صدره، فبيقدر ما بيقدر يرضع. لنفرض كمية الرضاعة أو مدة الرضاعة حوالي ربع ساعة عند الطفل أو 20 دقيقة أو يلي هي، ما بيقدر يكمل منهم 3-4 دقائق يلفظ صدر أمه وما بيقدر، لذلك عنده فشل في النمو. يعني ما بيصير عمره 3-4 شهور، بدل ما يزيد وزنه خلق لنفرض 3.5 كيلو بيصير وزنه 3 كيلو أو أقل من 3 كيلو. هذا أهم الأعراض عند الأطفال اللي عندهم فتحة
فيها اختلاط ما بين الدم الأزرق والدم الأحمر، يعني ما بين البطين الأيمن والبطين الأيسر. الفتحات الثانية الثانوية اللي بتكون ما بين الأذينتين بتكون صغيرة، ممكن تبقى صامتة لمدة 20 سنة حتى و 25 سنة وبتشكل أعراض ما بنكتشفها إلا صدفة. حتى نكتشف هل الأمراض هي، وعندنا آلة كتير مهمة جدا وهي اسمها الإيكو دوبلر القلبي. عن طريق الإيكو دوبلر القلبي طبعا السماعة هي ضرورية ما في شك، بس حاليا الاعتماد أكثر على الإيكو دوبلر القلبي. لكن مشكلتنا في الإيكو دوبلر القلبي مش كل واحد عنده جهاز إيكو دوبلر بيقدر يشخص هالشي للأسف. يعني ممكن يشتري أي طبيب جهاز ويحطه عنده بالعيادة، بده يكون عنده خبرة زايدة وبكون عنده اختصاص في قلب الأطفال وهيك أمور حتى يقدر يشخص هالشي. تمام. يعني دكتور خلينا نروح لموضوع أسباب الجراحة القلبية عند الأطفال، نحن أمتى ممكن نلجأ لهي الحالة من الجراحة؟ هلا حكينا اول شيء عن الفتحه اللي هي اكثر شيوعا، لنفرض اللي قلنا واللي بتفرض العلاج خلال الاسابيع والايام الاولى من العمر اللي هي الفتحه بين البطينين، يعني عندي حجره بين البطين الايمن والايسر لسبب او لاخر لا يكتمل نمو هذا الحجاب وبيؤدي الى ثقب ما بيناتهم وبصير عندي ضغط من الدم من الايسر الى الايمن. هذا بشكل عبء على الرئتين وبصير عندي بدايه وزمه رئه في الأشهر الأولى من العمر، ومثل ما قلت الطفل ببلش ما بيقدر يرضع ويفقد نموه، فنحن هون مضطرين للتداخل الجراحي في الأشهر الأولى من العمر. إذا كان الطفل في وضع يناسب إجراء عملية قلب مفتوح فنحن مضطرين نسكر الفتحة نغلقها عن طريق الجراحة، لكن إذا كان بسبب سوء النمو بسبب تأخره عن العلاج في عنا عمل تلطيفي لفترة مؤقتة نتركه لمدة كذا شهر 5-6 أشهر، من نعمل تطويق للشريان الرئوي بشكل نحمي الرئتين يلي هي أكثر شيء ضرر عليها بسبب زيادة الضغط اللي جاي من البطين الأيسر، ونحن نعطيه فرصة للطفل لينمو ليزيد وزنه ويصير عنده حالة عامة جيدة ونعمل له العملية. في أشياء تانية مثل في مرض اسمه تبادل منشأ الأوعية الكبيرة، هذا المرض يستوجب العلاج حتى أحيانا والطفل في بطن أمه أو خلال اليوم الأول من ولادته. إذا ما كان في اتصال تام يعني بهالمرض، حتى أشرح بسيط، عندنا البطين الأيسر يخرج منه الشريان الأبهر في الحالة العادية والبطين الأيمن يخرج منه الشريان الرئوي. بهالحالة بيكون متبادلين تبادل منشأ الأوعية، فعندي الشريان الأبهر يخرج من البطين الأيمن وعندي الشريان الرئوي يخرج من البطين الأيسر. هذا المرض غير قابل للحياة نهائيا إذا ما كان في اتصال بين الدورانين، يعني ما بين الدوران الأبهري والدوران الرئوي حسب كمية الاتصال. إذا كان الاتصال خفيف أنا مفروض فيني إما خلال المرحلة الجنينية بالأيام الأخيرة من العمر أو بعد ما يولد الطفل في اليوم الأول أو الثاني أن أدخل علاج جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر رجعه إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن أدخل علاج جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن أدخل علاج جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن أدخل علاج جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي
اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش يعني رجع الشريان الأبهر تبديل الشريان الأبهر معي رجعوا من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش يعني رجع الشريان الأبهر تبديل الشريان الأبهر معي رجعوا من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش يعني رجع الشريان الأبهر تبديل الشريان الأبهر معي رجعوا من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش يعني رجع الشريان الأبهر تبديل الشريان الأبهر معي رجعوا من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش يعني رجع الشريان الأبهر تبديل الشريان الأبهر معي رجعوا من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش يعني رجع الشريان الأبهر تبديل الشريان الأبهر معي رجعوا من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش يعني رجع الشريان الأبهر تبديل الشريان الأبهر معي رجعوا من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش يعني رجع الشريان الأبهر تبديل الشريان الأبهر معي رجعوا من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش يعني رجع الشريان الأبهر تبديل الشريان الأبهر معي رجعوا من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش يعني رجع الشريان الأبهر تبديل الشريان الأبهر معي رجعوا من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش يعني رجع الشريان الأبهر تبديل الشريان الأبهر معي رجعوا من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش يعني رجع الشريان الأبهر تبديل الشريان الأبهر معي رجعوا من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب
في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب
في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي. اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع كامل وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب تقدر في أعمل له العملية الكاملة الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعه من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب تقدر في أعمل له العملية الكاملة الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع
كاملة وأعمل سويتش، يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعوا من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني إن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب تقدر في أعمل له العملية اللي هي الكامل الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع كاملة، وأعمل سويتش يعني رجع الشريان الأبهر، تبديل الشريان الأبهر معي، رجعوا من السنوات إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن. هي اليوم الأول أو الثاني إن الداخل عليه جراحيا اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معي، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي الكامل الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معي، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي الكامل الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معي، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي الكامل الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معي، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي الكامل الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معي، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي الكامل الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معي، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي الكامل الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معي، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي الكامل الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معي، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي الكامل الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معي، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي الكامل الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع
كامله واعمل سويتش، يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر رجعوا من السنوات الى البطن الاولى، البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع
كامله واعمل سويتش، يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب، تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب، تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب، تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب، تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب، تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب، تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب، تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب، تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب، تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب، تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي الى البطين الايمن. هي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب، تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر معيه، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي. اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب، تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله، واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر، تبديل الشريان الابهر الايمن. هي معيه، رجعوا من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي.
اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان تبديل. الابهر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابهر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي
اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا واعمل له ثقب تقدر في اعمل له العمليه اللي هي كان الجدار ما بين الاذينتين حتى يقدر يكمل اسبوع كامله واعمل سويتش يعني رجع الشريان الابر تبديل الشريان الابين الايمن من هي معيه او رجعه من السنوات الى البطين الايسر والشريان الرئوي اليوم الاول او الثاني ان الداخل عليه جراحيا